بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بلقائكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعلم كيفية عمل قفل للمتصفحات، وبالتالي لن يستطيع أي أحد الولوج إلى هذه المتصفحات إلا إذا كان يعلم كلمة السر التي سوف نستعملها. المتصفحات التي أتكلم عنها هي المتصفح الافتراضي للويندوز، أتكلم هنا عن انترنت اكسبلورر، ثم المتصفحين الشهيرين موتزيلا فايرفوكس وأيضا جوجل كروم. تبقى هذه الطريقة مهمة جدا في حالة ما إذا أردنا مثلا من أبنائنا استعمال الحاسوب، استعمال برامج معينة مثلا في الحاسوب، أو مشاهدة برامج معينة أو رسوم متحركة دينية إلى غير ذلك، لكن لا نريد منهم استعمال الانترنت أو الولوج إلى المواقع. إذن على بركة الله نبدأ مع أول متصفح انترنت اكسبلورر. لاحظوا مثلا لو أردت الدخول إلى جوجل على سبيل المثال، لاحظوا بأنه يطلب مني كلمة المرور، لا يقوم بإدخالي إلى جوجل أو أي موقع إلا إذا أدخلت كلمة المرور التي أستعملها كما تلاحظون. إذن كيف يمكننا عمل ذلك؟ فقط نذهب إلى أوتيل أو تولز، نضغط عليها ثم نختار آخر خانة أوبسيون انترنت، ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا كونتوني أو كونتنت إن كان بالإنجليزية، ثم بعد ذلك نختار بارامتر من هنا، ثم بعد ذلك نختار جينيرال، ثم بعد ذلك نختار هذا الخيار موديفي لو مود باس، ثم سيعطيك خانتين لإدخال المود باس. أنا أعطاني 3 خانات لأني سبق وقمت بذلك. سيعطيك فقط خانتين، الخانة الأولى تدخل فيها كلمة المرور، ثم الخانة الثانية تعيد فيها إدخال كلمة المرور. أقوم بذلك مثلا أنا، ثم أدخل كلمة المرور الجديدة وأعيد إدخالها هنا، ثم في هذه الخانة تكتب وصف ليعينك على تذكر كلمة المرور التي استعملتها، وسميه مثلا my usual باسورد، ثم اضغط على اوكي. اذا تم الامر بنجاح، لو مود باس دو سوبرفيزور ا بيان ايتي شانجي، اضغط اوكي. تاكد من ان هذه الفارغه وقم بالتاشير فقط على هذه الخانه، الخانه الثانيه، ثم نضغط على ابليكي او ابلاي، ثم اوكي. ثم ايضا تاكد من الضغط هنا، تجد كلمه اكتيف بالفرنسية أو Enable، اضغط عليها حتى تتحول إلى Disactive أو Disable، ثم نضغط على OK. إذا ننتقل إلى المتصفح الثاني وهو متصفح فايرفوكس. كيف يمكننا عمل كلمة مرور للمتصفح؟ فقط نذهب إلى فايرفوكس، أيقونة فايرفوكس، ثم نضغط على Add-ons ليأخذنا إلى صفحة الإضافات، أو إن كان تستعمل مينيو بار على هذا الشكل تذهب إلى Tools أو Util، ثم تختار Add-ons، نفس الشيء سيأخذك إلى نفس الصفحة. إذا نأتي إلى خانة البحث هنا ونكتب Master Password، ثم نضغط بحث. إذا هذه هي الإضافة كما تلاحظون، Master Password، فقط نضغط على Install، ننتظر الآن التحميل، يأخذ بضع ثواني، بالفعل تم التحميل كما تلاحظون. نقوم بإعادة تشغيل المتصفح بالضغط على Restart Now، يقوم بإعادة تشغيل المتصفح. إذا بعد إعادة تشغيل المتصفح نأتي إلى هنا، تلاحظون ظهور أيقونة القفل هنا، فقط نضغط على زر الفأرة الأيمن، ثم نضغط على Set Master Password، ثم نقوم بإدخال الباسورد الذي نرغب في استعماله وكلمة المرور، نعيد إدخالها في الخانة الثانية، ثم بعد ذلك نأتي إلى Startup هنا في الأسفل، نضغط على Ask for Password on Startup، ثم نضغط على OK. Master Password successfully changed، إذا تم الأمر بنجاح. نقوم الآن بإغلاق المتصفح، أعيد فتحه، فكما تلاحظون لا يفتح، يطلب مني إدخال كلمة المرور قبل أن يشتغل.
إذن أقوم بإدخال كلمة مودل التي عينتها قبل قليل، ثم أضغط على أوكي. الآن يشتغل كما تلاحظون، قام بفتح المتصفح. إذن نذهب مباشرة إلى متصفح جوجل كروم، ثم في خانة البحث في محرك البحث نكتب كروم ويب ستور، ثم نختار الخيار الأول كروم ويب ستور، ثم في خانة البحث نكتب سكيور بروفايل، ثم نضغط بحث. بعد ذلك نختار اكستنسيون او اكستنشنز، ثم هذه هي الإضافة كما تلاحظون الأولى سكيور بروفايل. نضغط اجوتي اكروم، او ان كان بالانجليزية تجد كلمة اد تو كروم، ثم نضغط اجوتي او اد، وبالفعل تمت اضافتها. نضغط اوكي. الان يطلب مني ادخال كلمة مرور واعادة ادخالها. اذا اعود لادخالها مرة اخرى، ثم اضغط سيف. كما تلاحظون اوبسيون سيف سكسسفلي، تم الامر بنجاح. الان لو قمت باعادة تشغيل المتصفح كما تلاحظون اغلقه واعيد فتحه، فكما تلاحظون الان لا استطيع الكتابة هنا في خانة البحث، ولا استطيع ايضا فتح نافذة جديدة او تاب جديد. كما تلاحظون لا استطيع تحريك اي شيء قبل ادخال كلمة المرور هنا. اذا اقوم بادخالها، ثم اضغط اوكي. الان صار بامكاني الكتابة كما تلاحظون، وايضا فتح نافذة جديدة. اذا هذا كل شيء، الى ان القاكم في حلقة قادمة ان قدر الله البقاء واللقاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.